المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس، يستهلك الفاصوليا البقوليات. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيفاه يخلق لي ازمه انا في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصوده والله العظيم، اقسم بالله هي اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. نقول لك يعني راه يعطينا مؤشرات اليوم رانا في الصيف وزاد فيها، يعني يغيبوها في الشتاء. خليه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بقول لي انا ماذا بيا لو كان لهم في الحراش طبقوهم يرجعوا الدراهم؟ انا نقول لك لا، هذا شتم بالنسبه للشعب، شتم بالنسبه للحراك، شتم بالنسبه شنو اللي سرق يخلص، لان فيه امور اخلاق دول لا الامور لا تقاس الا بالمال. يعني سرق اذا فاقوا بك رجع، لا فاقوش بك حد ما قال حد. سيد الرئيس، هل من الاحزاب من يطالب بها؟ قالوها في مهرجانات بيان سور. كل ما يدعم الجبهه الداخليه مرحبا به. اليوم الجبهه الداخليه من الناحيه الاجتماعيه اعتقد ان الحكومه وكل من يهمهم الامر امورها ماشيه، يعني ما فيش، ما عندناش نزاعات قويه، ما عندناش نزاعات اجتماعيه، ما عندناش. من الناحيه السياسيه انا موافق كل الاحزاب، هما ها تفضلوا ها انت ها الشارع جند ودير المنهج نتاعنا احنا المنهج الوطني، الخط الوطني هذا ما كان. انا شفت واحد حزب ينتقد الانجليزيه قال تسرع، ماهوش تسرع. المشكل تاع تعليم الانجليزيه في من الابتدائي مطروح منذ سنوات وسنوات وسنوات، مش من اليوم. تبغي تمشي للستارت اب، تمشي للعلم، تمشي لهذا، سير اللغه الانجليزيه. اللغه الوطنيه اليوم ندرسوا بها الطب وندرسوا بها كثير من الامور، ولكن تبقى اللغه نتاع الارقام واللغه نتاع النظريات الفيزيائيه وكذا وكذا، سي لونجلي الانجليزيه. ما تسمع حزب يقول لك تسرع وما تفيش، خليه تداعيات. انا بالنسبه لا 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 حدث، لان فاقد شيء لا يعطيه. هم بروحهم ما احتل الاراضي الفلسطينيه، والاخر معترف يعترف له كذلك باللي الاراضي الفلسطينيه نتاع اسرائيل. هاي كلام فارغ هذا، فيه مشكل مطروح لازم يتحل، ويتحل حسب القانون الدولي وعلى حساب مع الامم المتحده ومع مجلس الامن. تهديد مباشر للجزائر. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبه للتدخل العسكري. الناس يعني الناس اللي عاقلين، الناس يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وين راها اليوم. يعني مازال مشاكل مطروحه فيها، مازال دول متشعبه، مازال كذا. امس جاتني صور، الحمد لله تاع منطقه ما شعلتش في منطقة في ولاية تيزي وزو، في غابة معزولة فيه ما يقارب عشرات العجلات المطاطية القديمة، دي بنو إيزاجي ستوكي في الغابة. يعني الأمور هذه الإنسان يكون ذكي. كانت الناس تتكهن بحرائق، ما ندينها في الخطة نتاعها مثل كانوا دايرينها في الخطة في 2021 نفس الشيء. السكن ما يقدرش يتوقف لنا لعدة أسباب. أولا السبب الأول بسيكولوجي، الجزائري
لما يكون كاري يبان له باللي راه في العراء ما عندوش دار راني كاري، وحنا 20 عام كنا كاريين، ولكن كان عندك دار في الدول الاخرى مجاوره ولا غير مجاوره. كان اللي كاري من اب الجد، من جد الاب للابن الى اخره في نفس الكير. ولكن الجزائري بغي يتملك السكن تاعو. حتى بالنسبه لتمليك السكن لما وضعت الدوله الخطه نتاع بيع المساكن السكنات الاجتماعيه ولا واحد بغى يشري. علاه؟ لان الكراء رمزي. ربما سكوب اتفقت مع الصين على اساس باش نبعث دفعات تاع 300 شاب كل مره تاع لي ستارت اب باش يفوتوا مرحله تاع 20 يوم شهر تما يشوفوا كاش ما تعطيهم افكار اخرى. كاش انا كنت مبرمج من النهار الاول قبل الكوفيد على اساس نبعثهم اللي يمشي لا سيليكون فالي، اللي يمشي لا كوري دي سود، واللي يمشي لا شين. حاليا ما بغيناش نصرح برقم اكثر من 225 مليار، لان 225 رقم حقيقي. ممكن رانا في 240 ولا 245 من نحطوا لي باز اسونسيال تاع لا نيميريزاسيون. تتضح الامور ان شاء الله. نيميريزاسيون انا على وشك انشاء محافظه ساميه للرقمنه تكون معايا في الرئاسه.